وضمن علاقات الإمارات القوية مع دول العالم، بلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة 18 مليار دولار. المزيد في سياق هذا التقرير. كشف أحمد محمد المدفع رئيس غرفة الشارقة عن أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة وصل إلى 18 مليار دولار، وأن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال العام المقبل يصل إلى 20 مليار دولار في ظل تنامي العلاقات التجارية بين الجانبين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة افتتاح المركز التجاري الأمريكي بالشارقة، وقام بافتتاحه الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام ظهر أمس بحضور أحمد المدفع ومايكل كوربن سفير الولايات المتحدة لدى الإمارات وعدد من رؤساء ومديري الدوائر المحلية وأعضاء السلك الدبلوماسي وجهاد شيخ سليمان الرئيس التنفيذي للمركز الأمريكي التجاري الإقليمي، وذلك حسب ما نشرت جريدة البيان الإماراتية. وقال جهاد شيخ أحمد إن الشركات الأمريكية المشاركة في المعرض تجاوز عددها 40 شركة رائدة تشمل مختلف القطاعات مثل الطاقة والموارد المتجمدة والإنشاءات والصناعات والسيارات والخدمات، فضلا عن العلامات التجارية المتميزة في تجارة التجزئة. يشهد المركز الأمريكي اليوم افتتاح بإمارة الشارقة بحضور السفير الأمريكي مايكل كوربن وبحضور طبعا الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وهذا المركز عبارة عن مكون من ثلاث طوابق. الطابق الأول لعرض المنتجات الأمريكية جميعا اللي بيحب يجي يعرض. الطابق الثاني مكاتب للشركات اللي بتحب تسوي شغل بالشارقة وبدولة الإمارات وبالريجن. والطابق الثالث عبارة عن conference room and training room، اجتماعات، غرفة اجتماعات وغرفة تدريبات من هالأشياء هاي. ونحن بنرحب فيكم، واليوم رح يكون عندنا الافتتاح، وإن شاء الله نحن منتظرين السفير وسعادة الشيخ. وأشار إلى أنه من المؤكد أن المركز الأمريكي التجاري الإقليمي سيلعب دورا رئيسيا في النجاح بتأسيس الشركات الأمريكية الجديدة في المنطقة، كما سيسهم بزيادة حركة الاستيراد والتصدير بين الإمارات والولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل في كل من البلدين.